يشدنو أنه اليوم اجتمعت اللجنة الوزارية لمناقشة موضوع الموازنة، ووزارة المال مصرة على الوزارات أن تخفف موازناتها بالوقت اللي الوزراء عم يعترضوا. مؤسسات الرعاية اللي بتهتم بذوي الاحتياجات الخاصة عملت اعتصام على طريق القصر الجمهوري احتجاجا على أن الدولة اللبنانية بدها تخفض موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي يعني رح تخفض مساعداتها لهذه الجمعيات، فرح يتأثر عدد كتير كبير من الأشخاص. والتحقيق بموضوع بواخر الكهرباء بعده مستمر. استكمالا للتحقيق الذي تجريه النيابة العامة المالية بناء على المعلومات التي أدلى بها الصحفي جوني منير عن مناقصة بواخر الكهرباء، استمع القاضي علي إبراهيم بصفة شاهد إلى إفادة وكيل إحدى الشركات التي قدمت إلى مجلس الوزراء عرضا بديلا عن البواخر وبكلفة أقل منها. ما بيكلف الخزينة اللبنانية أي يعني كابيكس زيرو، عدا عن هيك أنه هي سريعة التنفيذ ونحن بننفذ بمدة 90 يوم.